شارك محمد الشناوي ومحمد هاني لاعبان الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، ووليد سليمان يواصل التأهيل للعودة للتدريبات الجماعية. أمير توفيق مدير التعاقدات: المقابل المادي سبب فشل انتقال سيرينو للأهلي. الأهلي يؤكد تحسن حالة علي معلول، أن واللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة. أفشى حضر مقر تدريبات الفريق واكتفى بالمشاهدة، وعقد موسيماني جلسة معه لمتابعة تطورات حالته. حسين الشحات تعرض لكدمة قوية في القدم وغادر ميران الفريق. الإصابة تبعد أيمن أشرف عن المشاركة في ميران الأهلي، و200 ألف جنيه غرامة لكهرباء واستبعاده من المباريات لمدة شهر. سبب تغريم كهرباء هو موقف بينه وبين موسيماني بسبب عدم مصافحة كهرباء لموسيماني، وبررها كهرباء لقلة مشاركاته، وموسيماني أكد أن اللاعب يعني طفح الكيل منه.